أحد عناصر الفرائس المفضلة للجاغوار. من سيفوز في معركة الأسد والتماسيح؟ قتال الحيوانات الأكثر جنوناً. على الرغم من أن المواجهات بين الأسود والتماسيح يقال أنها أحداث نادرة، إلا أن حوادث التماسيح التي تهاجم الأسود والعكس صحيح قد تم تصويرها من قبل، على الرغم من أن القطط الكبيرة عادة ما تخجل من مواجهتها. هروب الأسد المحظوظ من التمساح الذي تم التقاطه في الكثير من المشاهد الحية. القطط الكبيرة مثل النمور والأسود تهاجم أحياناً التماسيح البالغة والثعابين الضخمة أيضاً مثل الأناكوندا. هذه يمكنها مهاجمة تلك الفكوك الجبارة. كما أن صغار التمساح لديها العديد من الحيوانات المفترسة التي تقلق بشأنها. من أجل قوة العضة النقية فازت التماسيح بفكوكها الجبارة والشرسة. بلا شك عندما تضغط هذه التماسيح على فكها تكون لها الغلبة في كثير من المعارك. إن عضة التمساح تعتبر سادس أقوى عضة على هذا الكوكب. إن كان هناك قتال بين النمر والتمساح فإن